افتتح المعرض فدخلت الجموع لتبحر في أمواج الألوان الزاهية وتستشف من رسوماتها معانيا كثيرة من هذه الحياة. فنانون تشكيليون جاءوا من 17 دولة عربية وأجنبية إلى مدينة إسطنبول ليقيموا معرضا للفن التشكيلي رعته الجمعية العربية في تركيا. المهرجان هذا مهرجان فني ثقافي، يعتبر معرض دولي بمشاركة 17 دولة من دول الوطن العربي، وطبعا معنا فنانين الأتراك مشاركين معنا، وكل فنان من المشاركين عرض رسوماته التي استقاها من محيط حياته وما يجري فيها من صراع بين الخير والشر، وذلك بحسب المدرسة الفنية التي تتلمذ فيها الفنان واستوحى منها أفكاره. تجسدت لوحاتنا بعدد من المدارس الفنية التي تأثر بها كل فنان وعرض مواضعه للجمهور. ولم تكن الريشة وحدها رسالة الفن التشكيلي في هذا المعرض، فكان للنحت دور بارز في التعبير عما يجول في خاطر الفنان. يعبر عن المرأة وجمال المرأة وخجلها وأهمية وجمال اللغة العربية، الحروف اللغة العربية، وتعبر عن قوة وصمود المرأة. ولم يغب العراق وألمه عن صالة العرض هذه، حيث شارك بلد الرافدين بعشرة فنانين حملت رسوماتهم فكرة الوطن أملاً وألماً. العراق بصورة خاصة والوطن العربي أيضاً، في بعض بلدان وطن عربي هم مرتاحين أيضاً، هاي معاناة تأثر بينا إحنا، فنحاول يعني نعبر عن هذا الشيء بهاي الصورة، لأن إحنا نطلب السلام، نطلب الأمان للوطن العربي والبلدي بصورة خاصة. كما أن فكرة السياسة والقائد المتهور الذي يقود البلاد إلى التهلكة كانت مجسدة في هذه اللوحات. الظروف لا يندفع بها أكثر من اللازم لكي لا يؤدي بربعه وأهله جماعته للتهلكة، وبالتالي يوصل نتيجة لا تحمد عقباها. فنانون حول العالم طافوا بألوانهم وسكبوها على هذه اللوحات التي تعبر عن مناحي الحياة بمختلف تفاصيلها. لقناة الرافدين الفضائية، فاروق شريف، إسطنبول.